أبي برزية أسلين يفرم كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث لروايتك والكلام بعدها في غمر رقي لدوش صلى الله عليه وعلى وسلم خوتن بيج نيجي عشاء شكرا براسي كخوتن نيجي عشاء دروات تا خبر الدبيت ولواشي زور رشد الله يقول النبي أو يدوم كرقيليه وعالم مسلمان نبوتي كوتوا أو يكر دوا عشاء دانش مسلدان كانوا قصب كانوا شانامه بخوينه وحتى سيشي شو أما في غمر بيخ وجنبه عليه الصلاة والسلام هاتو تو دوا نيجي عشاء سنة تغاني كردو دس بجيخ ذكر غاني كندو خوتو شكو واجب هي شو كاكا شو نيجي وإمام عمر أقول كساني شي ببيني أو دانشتن بثيالاكي شو بوين يفرمو أسمرا أول الليل ونوما آخر الليل ده ثانوية سرتاي شو هم يبخون وكوتاي قصبكن وكوتاي شو هم يبخون شلون شتي واد السمر يعني ما نولد وان يجي عشاء قصكردن لا يحل إلا لمصل أو مسافر ويش جائزة كخليشي شو نيجبه يا بويش اللي سفر يكا وبري كات مزبورة قصب كات وقفت قوب كا وأخالتم كا بويري كي ببري إياكم والسمر بعد هدأة الليل فإن لله خلقا يبثه في تلك الساعة كاتك أو كولانانيئي أو ناو شيئي وإيث الخلق هاتو شوي نما دانانيشن قصب كان شكال لو ساتاخذ جوار الدروس كلاوي شي خواهي بلاوة بيتو يعني جن وشياطين لبلوا ولا ما فرمي بويشك جائزة كطلب علم كاتشارني إلا درس هيك وتدعى عشاء أما خوي وزرورتي خوي يا ميواني شي هاتو مجبور لقالي دانشي يا كاري شي زور بيويز هي مجبور بريتا جاري وها بو إمامي بكر وعمر لقال في غمر عليه الصلاة والسلام هتاني ويشو سرقال يوبن بر أم هيرش شلون كين شلون بروين كرستمان بيوستيمان خرجيمان لشو بروين لشو بين تكتيكات حرب كواتب وزرورة جائزة